قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات المفروضة على إيران ستؤدي إلى تراجع اقتصادها. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينشن، أكد بومبيو أن العقوبات تستهدف قطاعي النفط والبنوك من أجل إقناع النظام في إيران بتغيير سلوكه والوصول لاتفاق نووي جديد، مشيرا إلى أن أكثر من 20 دولة خفضت استيرادها من النفط من إيران إلى الصفر. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينشن إن العقوبات تستهدف 700 شخص وشركة إيرانية، وأوضح أن العقوبات على إيران تشمل قطاعات الشحن والخطوط الجوية الإيرانية والمؤسسات المالية. وطلب وزير الخزانة الأمريكي إيران بالتخلي عن برنامجها الصاروخي وطموحاتها النووية حتى تتمكن من الحصول على إعفاءات من العقوبات. بدأت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروفة اختصارا بنظام سويفت الدولي المالي بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران عبر منع الوصول للبنوك الإيرانية ضمن منظومة التحويلات المالية الدولية بين دول أو بين بنوك العالم. إلى ذلك عبر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك عن أسفهم لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، وأشاروا إلى أنهم سيسعون لحماية الشركات الأوروبية التي ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن أشلي أنصارة، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي. بعد التحية لك، إذا يعني العقوبات الأمريكية بدأت على إيران، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول أن هذه العقوبات ستؤدي إلى تراجع الاقتصاد الإيراني، وأنه بالفعل أكثر من 20 دولة خفضت يعني استيرادها من النفط من إيران إلى الصفر. برأيك بالفعل يعني كيف تؤثر هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني؟ هو بلا شك العقوبات الاقتصادية ضد إيران هتكون مؤثرة جدا، وأيضا الاكسبشنال أو الدول التي من حقها أن تستورد بترول من إيران وهي تركيا وجريس وخلافه تمثل 10% ل 12% من البترول الذي يصدر للخارج من إيران. إيران خسرت من مايو لغاية اليوم حوالي 2.5 بليون دولار في الأجينست التريد ديفيسيت اللي موجود. أعتقد أن العقوبات الاقتصادية هيكون لها تأثير سيء أكثر على الشعب الإيراني، وسوف يدرك الشعب الإيراني أن السياسة الخارجية لحكومة إيران لابد أن تتغير، وإذا لم تتغير سوف يكون هناك تأثير لمدة طويلة جدا على النمو الاقتصادي لإيران. طيب، يعني المواقف كلها ليست مثل موقف الولايات المتحدة سيد أشلي. يعني الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يعني عبر في بيان مشترك، أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا على حدة عبروا عن أسفهم لقرار الولايات المتحدة فرض هذه العقوبات، وقالوا أنهم سيحمون الشركات الأوروبية التي بينها وبين إيران تعاملات تجارية مشروعة بما يتماشى مع القوانين الأوروبية وقرار مجلس الأمن الدولي. أيضا الصين تقول انها يعني ستستمر في استيراد النفط من ايران. اذا يعني المواقف كلها ليست واحده مع الولايات المتحده. هي المشكله مع الشركات الاوروبيه اذا عملت في ايران فلن يسمح لها ان هي تعمل في الولايات المتحده. والاتحاد الاوروبي مدرك هذا تماما. وبالتالي الحكومات الأوروبية الألمانية والبريطانية والفرنسية إذا حاولوا أن يحموا هذه الشركات لعمل بيزنس في إيران فهذا لن يؤدي إلى تغيير الواقع. نعم، ولكن هناك أيضا دول أخرى يعني ليست لها علاقة بالاتحاد الأوروبي، دول كبيرة يعني كالصين التي تعارض هذا القرار وتقول إنها ستستورد النفط من إيران.
ده بلا شك، لان اجين وزاره الخزانه الامريكيه اصدرت البارحه، وايضا سكرتير الفورن افير هنا صدر تصريحات بتسمح بحوالي 9 دول ان هي تستورد بترول من ايران، وهذا يشمل الصين والهند وتركيا واليونان وخلافه، فهذا مسموح ليه من قبل الحكومة الأمريكية. إنما لا أعتقد أن دولة زي الصين أو الهند هياخدوا بترول without أن في اشتراكية أو موافقة من الحكومة الأمريكية. شكرا لك سيد أشلي أنصار، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، كنت معنا عبر سكايب. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها. وأوضح روحاني أن طهران تسعى للحد من تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الاستثماري الذي يؤدي دورا مهما في الوقت الحالي، مشددا على أن أمريكا لن تنجح في تحقيق أهدافها بإضعاف إيران وإحباط الشعب الإيراني على حد قوله. المزيد ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الدكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية. بعد التحية لك دكتور، يبدو أن الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا لهما موقف مغاير لموقف الولايات المتحدة في فكرة فرض عقوبات جديدة على إيران. قالوا أنهم سيسعون إلى حماية الشركات الأوروبية التي ترتبط بتعاملات تجارية وصفوها بالمشروعة مع طهران، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية وقرارات مجلس الأمن الدولي. إلى أين يؤدي هذا الوضع، أو ما الذي نفهمه من هذا البيان؟ هل نفهم أنه الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى فيه لن تلتزم بهذه العقوبات؟ مساء الخير لك بداية وللسادة المشاهدين. يعني طبعا كما هو واضح وكما صرح كثير من القادة الأوروبيون، أعتقد أن أوروبا ليست يعني في موقف الالتزام بالعقوبات الأمريكية. هي بشكل أو بآخر سنت بعض القوانين أو حتى أنشأت بعض الهيئات لتجاوز يعني موضوع العقوبات الأمريكية على إيران. هي حريصة على استمرار في الاتفاق النووي، حريصة على حماية الشركات الأوروبية التي تعمل في أوروبا، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يعني أصدر قرار أو أنشأ هيئة لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية بالعمل من خلال التبادل بالسلع بين أوروبا وبين إيران، وأعتقد أن هذا الأمر ربما أيضا يمتد إلى دول أخرى. ولذلك أعتقد أن العقوبات بالنسبة لأوروبا يعني كما نسمع هنا وكما أيضا يعرفها الأوروبيون هي عقوبات تطال بشكل أو بآخر الاتحاد الأوروبي، تطال يعني الشركات الأوروبية، وهي لا تريد أن تنصاع لهذه العقوبات بشكل أو بآخر. طبعا يعني كما كان نص العقوبات أيضا هو موجه للشركات وللهيئات وللجهات وحتى الدول التي تتعاطى وتفتح علاقات تجارية واقتصادية من قبل يعني أوروبا وغير أوروبا مع إيران. ولذلك أعتقد أن أوروبا اليوم تعتبر نفسها معنية بهذه القضية، هي يعني هذه العقوبات تطال الاقتصاد الأوروبي وهي لا تريد الالتزام بها، لا بل تريد بشكل أو بآخر محاربتها. طبعا هذا الشق الاقتصادي، ولكن يعني ما مدى صعوبة هذا الطرح يعني سيد عبد المسيح؟ أي شركة أوروبية أو غير أوروبية ستتعامل مع إيران لن تتعامل مع الولايات المتحدة في هذه الحالة، هل تستطيع أوروبا أن تتحمل ذلك؟ لا طبعا، يعني هذه نقطة مهمة، وهذا ربما الشق السياسي من هذه القضية. أوروبا بشكل أو بآخر يعني يجب أن ننتبه إلى أن القضية الإيرانية هي أصبحت بشكل أو بآخر صندوق رسائل بين أمريكا وبين أوروبا. إلى حد ما هي قضية تحدي، قضية ربما أيضا التعامل بالمثل مع أمريكا. هنالك إشكاليات ويعني توتر في العلاقات بين أمريكا وبين الاتحاد الأوروبي. أوروبا ربما من هذه المواقف تريد
بشكل أو بآخر أن توصل رسالة إلى أمريكا بأنها أيضا هي سوف لن تلتزم بسياساتها، لم تعد ذلك الحليف التقليدي لها في كل قضاياها يعني الكبرى. تعتبر طبعا قضية إيران من أهم قضايا الشرق الأوسط. اليوم أوروبا تنسحب من هذه المواقف ومن هذه التحالفات التي كانت دائما إلى حد ما موجودة بينها وبين أمريكا. لذلك أعتقد طبعا على صعيد التنفيذ لهذا الأمر، حتى على سبيل هذه الهيئة التي شكلوها للتبادل التجاري بعيدا عن الأموال أو عن الدولار الأمريكي السلع، أعتقد حتى الآن لم تتشكل بشكل نهائي، ولكن بشكل أو بآخر طبعا يعني الاقتصاد الأوروبي متضرر، هم يحاولون بشكل أو بآخر الهروب من هذه العقوبات. ولكن كما قلت هذه تنفيذ هذه الأمور، كون أن الاقتصاد الأوروبي مرتبط بالاقتصاد الأمريكي بكثير من الناحية المالية، من الناحية في كثير من النواحي الأخرى، أعتقد أنه من الصعوبة بمكان فعلا الهروب بالمطلق وتنفيذ سياسات مستقلة عن الاقتصاد الأمريكي، عن العقوبات الأمريكية، عن حركة الأموال الأمريكية والبنوك الأمريكية. هذا أمر ربما يكون من الصعب تنفيذه فعلا في الاتحاد الأوروبي. شكرا لك على هذا التوضيح سيد عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية من برلين، كنت معنا عبر سكايب.